مرحبا بكم، رجعنا لكم بوصفة جديدة. يلا بوصفة لوز ني أو دقيق اللوز 100 جرام، خل ملعقة كبيرة، ماء عادي 2 ملعقة كبيرة، ملح نصف ملعقة صغيرة أو حسب الذوق، بيكربونات الصودا 1 ملعقة، بيضة 1، ثوم بودرة أو أي نوع توابل حسب ذوقكم. أنا وضعت ثوم بودرة. نطحن المكونات مع بعض. ممكن استخدام أي خلاط متاح عندكم بالبيت، ويمكن استخدام بدون خلاط. ممكن ما نستخدم الخلاط إذا كان دقيق اللوز مطحون، نستخدم بدون خلاط، نعجنه باليد عجن مثل هيك. لازم يكون 200 جرام جبن مبشور، جبن مزرولا أو أي نوع جبن بدون كربوهيدرات. بنزوب الجبن في الميكرويف لمدة دقيقة أو على الموقد. هيك نعجن المكونات جيد مع بعض. نعجنهم جيد حتى يتجانسوا مع بعض. نوضع ورق الزبدة ونضعهم على ورق الزبدة أو على نايلون حسب اللي بتوفر عندكم، ومنمد العجنة. الأمر كتير بسيط وكتير سهل. نعملها بأي قالب متاع عندنا أو بصحن. ممكن نجيب صحن كبير ونعمل بالسكينة بالصحن، يعني الموضوع سهل كتير. نوضع الصحن ونوضع سكين، نوضع الجبن الحشوة جبن، ونوضع صلصة البيتزا، ونوضع أيضا دجاج. سأوضع رابط شاورمة الدجاج وصلصة الطماطم تحت في صندوق الوصف إذا أنتم بحاجة إلى الوصفات. تشغيل الفرن مقدما من الأعلى والأسفل 220 درجة مئوية، ويمكن نخبزه مثل أي خبز بنخبزه. هي بتعمل تنتين، أنا التاني حعملها خبز التانية. هي بتعمل تنتين مثل هذه. نضعها على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة، يجب مراقبتها حسب نوع الفرن. هيك أصبحت جاهزة. التانية أنا حعملها خبز التانية. نتركها حتى تبرد أفضل، ولكن أنا حفرجيكم إياها وهي سخنة. ملاحظة، يجب عليكم دائما التأكد من هذه الوصفة، من كل الوصفات بتناسب نظامكم الغذائي أو الوضع الصحي. لا يوجد وصفة تناسب جميع الأشخاص. شايفين كيف هي أكثر من روعة. خلينا نتذوقها. الله الله، بصراحة طعم أكثر من روعة. أتمنى تكتب لي رأيكم تحت بالتعليقات، لأنه رأيكم كتير بهمني. الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك، أتمنى اشتركوا قناة اليوتيوب، اسم القناة شيف نائل، منشان يوصلكم كل جديد. في أمان الله.